لمزيد من المتابعه والتحليل ينضم الينا هاتفيا الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي. دكتور جمال، بعد التحيه، جهود حثيثه تبذلها الدوله لتحقيق الامن الغذائي في ظل الازمات الاقتصاديه العالميه المتلاحقه والتي يشهدها العالم في الوقت الراهن، كيف ترى تلك الجهود وابرز هذه المحاور من وجهه نظر حضرتك؟ في الحقيقه طبعا الازمه العالميه المتمثله في او بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه يعني اعطت لازمه الغذاء العالمي بعد جديد يعني شديد القسوه على الدول المستورده للغذاء. طبعا مصر احدى الدول المستورده للغذاء، مستورد مصر حوالي 60% من غذائها في المجمل يعني، لكن المحاصيل الاساسيه يعني زي الحبوب والقمح والذره يعني محاصيل البذور الزيتيه طبعا نستورد منها كميات كبيره جدا، وان معدلات الاكتفاء الذاتي فيها منخفضه، وده عشان كده الدوله المصريه طبعا اعطت للاهداف الامن الغذائي اولويه متقدمه جدا، على اساس انه يعني تواجه التحديات الناجمه عن سواء الازمه الاوكرانيه، الحرب الروسيه الاوكرانيه، او حتى التغيرات المناخيه اللي بدات نلمس اثرها على الانتاج الزراعي والغذائي. نعم. طبعا المحاور طبعا تتمثل في رفع انتاجيه الفدان من المحاصيل الاساسيه، طبعا على راسها القمح. طبعا الانتاجيه دلوقتي حوالي 18 دب، ممكن تصعيدها الى 25 دب. الذره نفس الكلام يعني، اذا كانت بتجيب 3.5 طن ممكن ل 6 طن. البذور الزيتيه الحقيقه برضو مهمه جدا، وزي مجلس الوزراء والحكومه قررت اخيرا التوسع في محاصيل في زراعات المحاصيل البذور الزيتيه. طبعا فول الصويا والعباد الشمس والذره طبعا احد المحاصيل المهمه. الذره بتخدم على الناحيتين، الغذاء الانساني والغذاء والعلف الحيوانيه. فطبعا دي مخطط، طبعا ده احد الصور يعني. الصوره الاخرى المحاور اللي يعني الحكومه بتركز عليها مساله التوسع الافقي والمشاريع العملاقه اللي يعني افتتحت مؤخرا خير شاهد على ذلك، يعني زي ابرزها طبعا مشروع دلتا الجديده اللي هي اساسا المحور بتاعها مشروع مستقبل مصر، ثم انعاش واحياء مشروع تشكي بعد ما كان توقف يعني، ثم مشاريع سيناء وشرق العوينات. دي المشروعات بتشكل في معظمها حوالي 4 مليون فدان، حوالي مليون فدان تم فعلا تشغيلها حتى الان. نعم. والباقي في الطريق يعني. طيب دكتور جمال، اتفضل. لو تاذن لي، مصر بالاساس هي دوله زراعيه منذ القدم، من قديم الازل وهي دوله زراعيه، وكانت في الماضي البعيد في عهد سيدنا يوسف عليه السلام كانت خزينة الأرض من الغلال ومن السلع الغذائية المختلفة. يعني امتد هذا المشروع وامتد هذا الأمل في الدولة المصرية منذ القدم وحتى الآن. حتى في الدولة الحديثة، الدولة المصرية تهتم دائما بالزراعة وبالأساليب الزراعية الحديثة. الاهتمام بالأمن الغذائي أصبح توجيه بتعكف عليه مؤسسات الدولة كافة على تحقيقه، سواء بتقديم المشورة أو الاستماع للخبراء، كل الخبراء في التنفيذ. كيف يمكن يعني التكيف مع هذا الموضوع والتكامل وانعكاس كل هذا على أن يكون له مردود إيجابي على يعني مجهودات الدولة في هذا الإطار؟ زي ما حضرتك تفضلت، الحضارة الزراعية الأولى نشأت على أرض مصرية، وده يعني كان بفضل جهود الفراعنة، وطبعا قصة سيدنا يوسف زي ما حضرتك أشرت، يعني كانت مصر هي المخزن استراتيجي للعالم في موضوع الغذاء. وحتى يعني عصور قريبه يعني في العصر الروماني كانت الدوله الرومانيه كلها كانت بتعتمد على انتاج القمح والحبوب في مصر يعني. ولغايه قريب يعني لغايه الستينات مصر ما كانتش بتستورد على فكره قمح يعني، لانه السكان كان قليلين يعني، حوالي احنا كنا 30 او 40 مليون نسمه. فالحقيقه هو موضوع السكان يعني، احنا موضوع السكان مهم جدا، البعد السكاني لو خدناه في الاعتبار يعني. السكان طبعا كانوا حوالي 30 او 40 مليون نسمه في الستينات، دلوقتي احنا 104 تقريبا مليون، اخر رقم يعني اعلن 104 مليون نسمه.
متوقع في سنة 2050 يعني بعد 30 سنة تقريبا هنبقى 160 مليون نسمة. يعني احنا عايزين 60% زيادة في إنتاج الغذاء أما هو حاليا لكي يتم يعني الحفاظ على نفس المستوى من الغذاء. يعني والمشكلة بقى إنه احنا مصر طبعا هي دولة زراعية تاريخيا يعني، لكن دلوقتي بحكم التوازن السكاني والأرض والمية دول الثلاث حاجات اللي بيظبطوا عملية الغذاء. يعني الأرض محدودة زي ما اتفقنا في حوالي 9 مليون فدان، في 4 مليون فدان في الطريق اللي هو التوسع الأفقي، يعني 13 مليون فدان الأقصى. لكن نصيب الفرد المصري من الأرض الزراعية لحضرتك قسمت 9 مليون على 100 مليون، 9 مليون فدان يعني على 100 مليون نسمة، تلاقي 9% في يعني أقل من عشر فدان يعني. فده دي النقطة اللي احنا التحدي الكبير اللي بيواجه مصر. يعني الميه طبعا زي ما عارفين ميه النيل هي المصدر الاساسي 97% تقريبا بجانب مياه الامطار والمياه الجوفيه. لكن مع السكان برضو احنا دلوقتي لو قسمت حضرتك 55.5 مليار متر مكعب مياه النيل على ال 100 مليون هتلاقينا متوسط نصيب الفرد من الميه 550 يعني متر مكعب سنويا، وده اقل من المعدل العالمي اللي هو ال 1000 متر مكعب خط الفقر المائي. يعني لو خدنا الثلاثه دول الثلاث المعادله اللي فيها الثلاث حاجات دي حقيقه بنلاقي ان احنا لابد ان احنا نعتمد على التكنولوجيا. يعني لابد من والدوله في الوقت الراهن تعتمد على التكنولوجيا بشكل او باخر، وما ينبغي على المواطن ايضا من يعني تحديات ينبغي عليها ان يكون في هذا الاطار. على كل الاحوال شكرا ضيفي الكريم الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي، شكرا جزيلا لك.